الشادي العالي المطروشي، الفنان الأول والوحيد فن النحت على الرمل في الإمارات. هذه هوايتي طبعا من كنت صغير. بالممارسة صقلت هذه الموهبة والحين الحمد لله محترف فيها من خلال متابعة ناس عالميين، لأنه صعب كان علينا نحصل حد يعلمنا هذه الموهبة، وتشجيع من الأهل برضو أولا وأخيرا لقيت نفسي في هذه الموهبة واستمريت فيها الحمد لله. طبعا أول مجسم سويته كان مجسم صغير كذا تقليدي، كان عبارة عن سمكة القرش، وهذا كان من زمان، يعني أنا لين الحين أحتفظ بهذه الصورة. سويت مجسمات كثيرة في فعاليات مجتمعية داخل الدولة. من أعز هذه المجسمات على نفسي أعتبرها أبوظبي تقرأ، ومجسم غايتنا سلامتك، كان لهم يعني رسالة توعوية قوية للمجتمع من خلال فن، يعني فن نحت على الرمل، رمال الإمارات تحقق قصة وإنجازات. نريد نستغل هذا العنوان وننشره في تعليم الأولاد من الصغر على الفن النحت على الرمل هذا، لأنه يعطي كثير من الإبداعات والتصور.